كانوا الناس طباع وشخصيات مختلفة، وكل سبحان الله طبع وكل بيئة بتطلع الإنسان له سمات شخصية معينة. وطبعا احنا بنتعامل مع ناس كتير بشخصيات كتير في الحياة اليومية وبشكل عام، يعني سواء كنت بتشتغل بتخرج، أهلك، أقربك، أصحابك، حبايبك وبتاع. ولكن الحقيقة انه من أسوأ الصفات اللي ممكن تكون ممكن الشخص يتعامل معاها هو الشخص اللي بيسموه الشخص الأناني، الشخص اللي طول الوقت بيبقى أنا ومن بعدي الطوفان، مش مهم أي حد جاي من بعده ومش مهم أي حد كان قبله، المهم هو طول الوقت يكون تحت التركيز واخد كل الاهتمام واخد كل زي ما بيقولوا كده ايه تحت الأضواء يعني. طيب خلينا نشوف معاكم مين هو الشخص الأناني وازاي نتعامل مع الشخصيات دي، وهل صح معاها اننا نتعامل معاها واحنا صغيرين مثلا لو اب او ام بيربوا عيالهم ولقوا فيه سمات الشخصية الأنانية يكسروا له بقى الموضوع ده، ولا ازاي يهذبوه بشكل قويم؟ ده اللي هنشوفه مع ضيفتنا المشرفانة عبر سكايب، الدكتورة نجوى قرقيش، واستشاري أسري ونفسي وتربوي. نرحب بيك دكتورة معانا. أهلا وسهلا، جزاكم الله خيرا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتورة. الحقيقة في علم النفس عرفوا الشخص الأناني وقالوا إن هو من يضع أهدافه الخاصة بشكل دائم فوق أهداف الآخرين مهما كان من هم الآخرين. الحقيقة يا دكتورة احنا جالنا بعض الأسئلة من بعض المشاهدين، يعني مثلا هعرض على حضرتك مشكلة جاية لنا، بيقول من يوم ما خطبت وهي بيقول من يوم هي بتقول من يوم ما اتخطبت وانا حاسه ان انا خطيبي اناني جدا وكل تصرفاته بتوحي بده، حتى في تعامله مع اهله، تعامله مع اخواته، ازاي انا اتاكد ان كان اناني ولا لا؟ علشان هل اكمل الزيجه هقدر اتجوز واحد اناني ولا لا؟ يعني ازاي نكتشف ونعرف ونتاكد ان الشخص اللي قدامنا ده اناني ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. كل الشكر والتقدير لأخواتي الضيفات الكريمات، جزاك الله خيرا وطيب الله أنفاسكما. جزاك الله خيرا. بداية أقول أن الأنانية، سأتكلم من ناحية شرعية بداية. الأنانية مأخوذة من الكلمة أنا، ويقصد بها حب الذات والأثرة للنفس، وهي عكس الكتار، وهي من النظر إلى الذات وتعظيم الذات وتقديس الذات، حتى أن الله عز وجل ذكر هذا عندما حدثنا عن إبليس، كما قال الله عز وجل قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه، خلقتني من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذا إبليس إذا يعني اتسم بالأنانية، فالأنانية سبحان الله تجعل المرء ينظر إلى نفسه نظرة استحقاق لكل مرغوب، فيرى نفسه المستحق لكل خير ويرى أن غيره غير مستحق لهذا الاستحقاق. والحقيقة أن الإنسان يعني المؤمن خاصة أو على المرء أن يزن الأمور بميزان العدل ويقدم كل حق لصاحبه، ويعني حب الذات والأنانية وتقديم حظ النفس على حق الآخرين، يعني هذا شيء منبوذ في الشرع ومنبوذ في القرآن. والله عز وجل عندما وصف يعني المهاجرين والأنصار قال عنهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهؤلاء الأنصار الذين استقبلوا المهاجرين مع محمد عليه الصلاة والسلام، فقد آثروهم على أنفسهم في كل شيء، في مالهم وبنيانهم وزوجاتهم وأعمالهم ووظائفهم. فهذا خلق الإنسان المؤمن. فالأصل الآن الإنسان عندما يفكر بنفسه أن يفكر بالطرف الآخر أيضا، ولا يعني ينحاز لنفسه ويفكر في كل الظروف التي يعني تذلل لتحقيق حاجاته. نعم. طيب الحقيقة برضو من المشاكل برضو اللي جات لنا، واحدة بتتكلم عن قريبتها وبتقول طول الوقت هي بتتكلم فقط عن مشاكلها، عن أحاسيسها، عن أحلامها، عن الحاجات اللي بتمر بيها، ولما تتعب بتحتاج إن كل الناس يسأل عليها ويطمن عليها، وبتقول كل ده ما فيش مشكلة. ولكن اللي يحصل بقى بالعكس، إنه نتفاجئ إنها مثلا لما حد من العيلة يتعب أو بتاع لا بتسأل عليه ولا حط أصلا في عين الاعتبار، وبتسفه من مرضه، تسفه من حاجته اللي هو ممكن يكون محتاجها أو احتياجه للسؤال أو للإعانة أو غيرها. الشخصيات اللي زي دي هي بقى بتسأل، نتعامل معاها إزاي؟ هل نعمل معاها زي ما هي بتعمل معانا، ولا إيه التصرف الصحيح معاها؟
يعني أيضا أقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فعندما يعني يكون الشخص أناني ويصر على أنانيته، فإنه بذلك يعني سبحان الله يسير بخطى ثابتة نحو الغرور والتكبر، ويقود نفسه إلى مزالق العجب والاعتداد بالنفس، مما يجعل يرى نفسه أفضل من الآخرين. وهذا حقيقة يعني يعيش وكأنه إنسان منبوذ. الناس لا تحب الإنسان الأناني، الناس تحب الإنسان المجتمعي الاجتماعي الذي يحب الغير ويسعى لحاجات الغير. وكما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس ينفعهم للناس، وخير الناس من سعى في حاجات الناس. أما أن يفكر الإنسان بذاته يعني كما قال الأستاذ سيد قطب عليه رحمة الله: إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، لكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا. فهذا الإنسان الأناني حقيقة كما وصفه الله ووصفه الرسول صلى الله عليه وسلم ووصفه كثير من أهل العلم. نعم. طيب يعني هي تعمل إيه بقى؟ إحنا كده عايزين مثلا نقول لها ما تعمليش معاها زي ما هي ما بتعمل، ولا إيه التصرف الصحيح مع السمات أو الشخصيات اللي بتبقى زي كده؟ والله هذه الشخصيات أحيانا تحتاج إلى النصح، وأحيانا تحتاج إلى المواجهة، وأحيانا تحتاج إلى السمت والحال، أن نسلك أمامها بعض السلوكيات لعلها تصلها العدوى ولعلها تتأثر بسلوكنا. فممكن نسلك معها عدة طرق، وإن لم يعني نحقق المطلوب ممكن يكون هناك بيننا وبين هذه الشخصيات مسافات، حتى لا تؤثر علينا سلبا ولا حتى تؤثر على مزاجنا وعلى أفكارنا. فنبدأ بالنصح، ونبدأ بالتغيير، ونبدأ بالتوجيه. فإذا لم تستجب فهذا حالها. الأصل أن أجعل بيني وبينها مسافة حتى لا تؤثر علي سلبا وأصبح أسير على خطاها وأنا لا أنتبه حقيقة. طيب الحقيقة دكتورة هنرجع لحضرتك مرة أخرى ونتكلم عن بعض الخطوات إزاي نتبعها، وخصوصا لو كان هو جوزي هو اللي شخصية أنانية أتعامل معاه إزاي. هنا بقى يا دكتورة خليني أقول لك لسان حال بعض الزوجات: أنا جوزي أناني مش شايف غير نفسه، أهم حاجة عنده هو صحته، لبسه، شياكته، أكله، شربه، حتى الولاد عنده في الدرجة التانية، هو أناني في كل حاجة أنا ومن بعد الطوفان كما يقال عنهم. إزاي أتعامل مع جوزي الأناني؟ هل أعامله بالمثل؟ هل أبقى حاطة نفسي أنا كمان رقم واحد بعد كده أولادي وأحطه هو في المرتبة التالتة، ولا ده هيزود المشكلة سوء، ولا أتصرف معاه إزاي؟ نعم، أنا أقول هذه الشخصية بهذه الصفات، هذه الشخصية الأنانية الحدية النرجسية التي لا تفكر إلا بذاتها، حقيقة قد يعني تؤدي إلى تصادم مع الآخرين، وقد تؤدي إلى نزاعات، وقد تؤدي إلى خصومة، وقد تؤدي إلى الفرقة والطلاق. فيعني الأصل يعني كما ذكرنا أن نحد من هذه الشخصية ونجعل لها حد، ونجعل لها يعني ميزان وثقل يليق بها ولا تتعدى على حقوق الآخرين. فهذه الزوجة وهذه حياة زوجية طويلة، وليست صديقة وليست زميلة عمل، وإنما حياة زوجية، فلا نقول لها افترقا، وإنما عليها أن تنصح بالتي هي أحسن. فإن لم يستجيب عليها أن تصعد أيضا، لأنه يؤثر على حياتها وخصوصيتها وخصوصية البيت. فإن لم يستجيب فعليها يعني أن تلجأ لحكم من أهلها، لأن قد يعني هذه الأنانية تؤثر على كل تفاصيل الحياة، وتؤثر على مسؤوليات الحياة عندما يعتني بنفسه وينسى الآخرين، ويعتني بحاجاته وينسى حاجات هذه الزوجة، فيؤدي حقيقة إلى نفور، فتصبح الحياة الزوجية ليست قائمة على المودة، وإنما قائمة على الخصومة وعدم الحب للطرف الآخر. طب يا دكتورة، الدكتورة هي ممكن دلوقتي عايزة تسأل حضرتك: أنا دلوقتي لقيته أناني في كل حاجة، وانا مش حابه مثلا اعمل مشاكل، او انا لو دخلت حد هي المشكله ممكن تكبر، فانا عايزه احسسه ان اللي بيعمله ده غلط. فطبيعه الشخص ما بيحسش بالغلط الا لما يتم التعامل معاه بنفس الطريقه، فانا هبقى انانيه في حاله تعبي ههتم بنفسي بس، في حاله يكون معايا فلوس فانا عارفه ان انا هبقى انانيه فهتعامل بنفس الطريقه اللي بيتعامل بيها. هل ده ممكن يبقى حل فعلا لفتره مؤقته بس احسسه ان اللي انت بتعمله ده غلط؟ والله إذا كان عندها هذه القدرة وهذه يعني الدربة إنها تمارس هذا الدور، المرأة نفسها قصير حقيقة ما بتقدر. الرجل يا دكتورة ده احنا نفسنا طويل خالص يا دكتورة، وعندنا أفكار ودماغ والحاسة السابعة والعشرة والحاجات دي.
لا يعني بالكيد وقهر الرجل ما بتقدر المرأة، يعني حقيقة على قهر الرجل عندهم طاقات فولاذية، يعني يسامحوني الرجال بيسمعوني الآن، ايوه عندهم طاقات طاقات فولاذية فعلا. فولاذية حقيقة. فإحنا بنقول بالتي هي أحسن، تدفع بالتي هي أحسن، بالتوجيه، بالرسالة، بالمسج، بالواتساب، بالموقف، ممكن تمارس يعني الأنانية مرة إذا حاولت أن تضبط هذا الدور، ممكن تطيل الفترة يومين ثلاثة، لكن العواقب الأشياء ستعود على المرأة، المرأة حمالة المحامل كما يقولون، ايوه يعني عليها أن تتحمل، فهي يعني تحت السب حقيقة، لأن الحياة الزوجية يعني هي ميثاق غليظ، وعليها أن تحتسب إذا كان التصعيد قد يؤدي لا سمح الله إلى الطلاق أو كذا، يعني بالتي هي أحسن، بالتوجيه، بالمواجهة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال البيان يذهب الشيطان، فعليها أن تجلس معه تقول له واحد اثنين ثلاثة، إن استجاب كان به، ما استجاب تسلك نفس السلوك، إن استطاعت أن تمارس هذا الدور، إن لم يستجيب ممكن أن تصعد بالعصبية، بالانفعالات، بالتوتر، بعدم تلبية حاجات هذا الزوج، يعني لديها يعني حلول كثيرة ممكن تستخدمها حتى ترد على هذا، يعني ولكن هذا بحكمة طبعا السلوك. تستخدمها بحكمة علشان الأمر ما يزدادش سوء، وفي نفس الوقت كل ست أضرب جوزها عارفة أن أنا لو عملت ده ممكن يعمل لي مشكلة أكبر ولا لأ، فهي توازن يعني. طبعا طبعا حسب، يعني كل شخص له مفاتيح حقيقة، فهي تعرف مفتاح هذا الزوج بأي يعني بأي وسيلة ممكن تستخدمها حتى تصل وتعالج الموقف. ولربما نقول أن بعض الأشخاص عندهم الأنانية داء، حالة مرضية لا تعالج ولا بالتنبيه ولا بالنصح ولا بالتوجيه، فعليها أن تشتكي حالها إلى الله عز وجل وتصبر وتحتسب إذا كانت الحالة مستعصية جدا، يعني حقيقة. طب حضرتك بتقولي هو لسه ان الانانيه دي قد تكون يعني حاجه خلاص اصبحت مستوطنه في الشخص ده، احنا عايزين نفهم مع حضرتك هو ايه اللي بيخلي الشخص اناني؟ ليه بعض الشخصيات بتبقى ما بتفكرش كده غير في نفسها ولا كأن في حد حواليها خالص في المجتمع؟ هل ده نتاج تربيه ولا هو الشخص ده بيتولد اصلا بالسمات ديت او بالشكل ده؟ لربما الطفولة يعني لها دور حقيقة، إذا تميز الشخص في الطفولة في بعض الجوانب، أو هدهد الأبوين على كتف هذا الصغير في بداية الحياة ونتيجة الإنجازات التي ينجزها في الطفولة، فلربما يعظم هو في نفسه كثيرا، وتبدأ هذه العظمة تزداد وتزداد وتزداد حتى تصل إلى حالة الأنانية والكبر والغرور والاستعلاء على الآخرين، استعلاء على الإخوة، الاستعلاء على طلاب المدرسة، ثم في الحياة الزوجية الاستعلاء على الزوجة، فهذا حالة من الطفولة، إذا يعني لم ينتبه لها الأبوين من الطفولة حقيقة قد تكبر وتكبر وتصبح يعني حالة مرضية. طيب يعني هو المفروض ان الاباء بيكتشفوا ده من الصغر، ايه اللي ممكن اشوفه في ابني او بنتي من وهم صغيرين ده ينبهني ان انا لو ما خدتش بالي ده هيطلع اناني او دي هتطلع انانية؟ ممكن يتصرف ازاي مثلا في لعبه مع اخواته، مع اصحابه، في البيت، في اكله، في مصروفه؟ ايه العلامات اللي تخليني احس ان ابني او بنتي هيطلعوا انانيين لا قدر الله؟ يعني هذا يلمس حقيقة في على مستوى العائلة والأم، الأصل تكون نبيها ويعني صاحبة فراسة، ممكن يلمس عند الجلوس على السفرة، تجد الطفل الأناني يبدأ مثلا بقطعة الدجاج، بقطعة اللحم الأكبر، يبدأ هو بالصحن الأجمل، يبدأ هو بنوع الفاكهة التي يحبها قبل أن يستشير الإخوة والأخوات، عند مثلا الذهاب للسوق وشراء الملابس يبدأ هو أولا، وإذا يعني بعض إخوته حصل على بعض الألعاب، بعض المكافآت في المدرسة، تجدي أنه يبدأ هو يستحوذ على أغراض الآخرين، فهذه ظاهرة يعني قد تلمسها الأم وقد يلمسوها الأبوين معا وليست الأم أيضا، وفي المدرسة يلمسها حقيقة المدرس أن هذا الولد أناني، كل شيء يحبه لنفسه، لابد أن تفكر به طب تفكيرا التصرف جميلا. الصحيح والأمثل يا دكتورة يبقى معاهم إزاي؟ يعني أقول له بطل يا حبيبي الحركة دي، أنت كده أناني، ما بتحبش إلا نفسك مش بتحب إخواتك، يعني أكلم معاه بشكل صريح ولا أخليه يبطل العادة دي إزاي علشان ما يكبرش بيها؟ وإن كان طفل صغير في السنتين والثلاثة هو لا يفهم الأنانية، هو يفهم حب الأنا بطريقته الخاصة، فممكن الأم تضع حد تخفف من هذا الاندفاع عنده لحب الذات، يعني من المرة الأولى قد يأخذها بالصراخ، والمرة الثانية قد يأخذها بالبكاء من الليل لثاني يوم الصباح،
بعض الأمهات تشتكي بتقول لك بضل يبكي حتى يحقق ما يريد، فهذا ولد أناني سيكبر على هذه الصفة. فالأصل أن يعني هي تتحمل النتائج، لكن ما يعني بالتي هي أحسن كما ذكرنا، يعني تمنعه مما يريد ويصرخ ساعة ساعتين، في المرة الثانية سيكون عدد أوقات الصراخ ساعة، في المرة الثالثة نص ساعة، المرة الرابعة قد يكون دقائق، في المرة الخامسة سيصل إلى نتيجة لن تحقق ما تريد إلا أن تستوي أنت وباقي الأخوة في البيت. فهذا يحتاج حقيقة إلى حكمة ويعني مع الرحمة. يعني الغلظة الشديدة ممكن بعض الأولاد من شدة البكاء تقول لك الأم يتشنج ويصبح لونه أزرق ولونه كذا ولا أستطيع أن أسيطر عليه، فتبدأ من هنا حقيقة. فالأم الأصل أن تكون حكيمة، تخفف هذا السلوك بالتدريج 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 إلى أن تصل الرسالة لهذا الصغير أنك أنت فرد من الأسرة ولست أنت كل الأسرة، ولك حق جزئي وليس يعني كامل من الحقوق. حقيقة هذا مهم جدا في طيب دكتورة أخيرا، لو الخطيب أو الخطيبة بنت عليهم صفات الشخص الأناني اللي حضرتك ذكرتيها وتفضلتي بيها دلوقتي، هل تنصحي الطرف الآخر أنه لا يكمل هذه الزيجة لأنه كده هيعيش مع شخص أناني هيقدر عليه حياته، ولا تقولي له كمل وتقدر تغيره؟ إذا كانت الأنانية ليست يعني متمركزة في جيناته، خلينا نقول يعني يسهل يعني التخفيف منها، يسهل يعني التبرؤ منها أو الشفاء منها، هذا يقرر في فترة الخطوبة. أول شهرين ثلاثة ممكن أحد الخاطبين يشتكي، فعليه أن يبذل جهده. يعني ليس بالضرورة كل من يتقدم للخطبة أو للخطبة يعني أن يجد الطرف الآخر جاهز. نحن دعاء ونحن يعني من نسير على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تبذل المخطوبة من جهدها، من وقتها، من علمها، من ثقافتها، حتى تصور بعض الأوضاع عند هذا الخاطب والعكس طبعا. فلا بد أن رأت عنده بعض. بس أنا أختلف معك يا دكتورة في النقطة دي، لأنه أحيانا كتير في بتبقى البنات أو الشباب متخيلين أنه هياخد شريك الحياة يغير جلده ويحط له جلد جديد، وده الحقيقة مش صح. يعني اللي بيحصل بعد كده أن أنت خدتني بالشكل ده أو أنت خدتيني كده وكانت صفات دي كده، وأنا مش مقتنع أن أنا أناني وأنت بتقول أي كلام والسلام. أنا بقول إذا هي لمست الأنانية أو العكس، الأصل يعني ما يكون الحل جذري، إما الطلاق والفسخ وإما أني أنا أتقبل هذا الشخص وأعيش الهم. لابد أن تظهر شخصية المخطوبة أيضا، يعني أن تواجه إذا لمست هذا الشيء، يعني شيء بدليل مادي خلينا نقول، قالت له في موقف كذا عملت كذا، موقف كذا حصل كذا، لابد أن ترصد المواقف، لأنه الإنسان عندما يتصرف لا ينتبه لنفسه أنه تصدر منه تصرفات تعبر عن الأنانية. لعل فهم الأنانية عند هذا المخطوبة يختلف عن فهم الأنانية عند هذا الخاطب، فأحيانا يختلفوا بتعريف الأنانية باعتبار أنه هذا حقه وهذا من باب القوامة وهذا لأنه رجل يحق له ما يحق لغيره. فلا بد أن نتفق على الفهم ما تعريف الأنانية بداية، ثم نتفرع لكل التفاصيل. تمام جدا دكتورة نجوى قراقيش استشاري أسري ونفسي وتربوي، بشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا عبر سكايب، شرفتينا وأنستينا. الحقيقة يا جماعة الشخصية الأنانية زي ما قالت ضيفتنا شخصية بتدعو للنفور، محدش بيحبها ومحدش بيقرب منها، لكن الإنسان المعطاء الجميل اللي دايما تحس إن الناس قريبة منه، بتحس إنها حابة قعدته وحابة التعامل معاه، لكن دايما حاسة أنا 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 وبس الناس كلها هتبعد عنك. بعدين يا سيدي أنت يعني كل حاجة عايز انت نفسك فيها الاول، فين الايثار وفين حب الناس؟ عارفه ان في ناس هتقول في فرق طبعا ما بين حب الذات ما بين الانانيه، الفرق كبير جدا، فما بنقولكش ان انت تخاف، ما تخافش على مصلحتك ولا على اولادك او على كده، ولكن وازن، علشان فعلا لو انت شخص اناني انت اللي هتتعب الاول وهتبقى الناس بتنفر منك، بعد كده اللي حواليك مش هيحبوك مش هيحبوا قعدتك. ربنا يجعلنا جميعا ناس ايجابيه معطاءه محبوبه في وسط اللي حواليها.